اتفضل. الله بينا. هي لو جت في نفس المكان هتسأل نفس السؤال؟ لا، هتبقى مدفع مش نفس السؤال. ده ايه الحظ ده؟ السؤال رقم 5. ما شاء الله، يعني رصيدك الفني قرب على 40 عمل. ايه العمل اللي ندمت عليه؟ مش في حساباتي انا موضوع الندم ده. يعني ايه مش في حساباتك؟ اكيد في اعمال زعلت ان انت عملتها مع الوقت. لا، ما زعلتش ابدا، بس ممكن اتضايقت. اكون مش هقول ندمت، ممكن اتضايقت ان كان ممكن تبقى احلى، بس ما زعلتش ابدا ان انا عملتها خالص. ممكن تقول لي ايه هي الاعمال؟ او عمل واحد. كان معايا زملاء وكده، ممكن يكون هما بيحبوه اكتر، ف مش هتبقى حلوه. مش شرط يكون هما السبب، ممكن يبقى انت كنت مش راضي عن ادائك قوي فيه. لا، ممكن حاجات كتيره، يعني موسم، يعني مثلا في مسلسل انا بحبه اسمه نسيم الروح، عملنا زمان يمكن 2007 ولا 8 حاجه كده، وكنت حبه جدا، بس لما اتعرض ما الناس ما استقبلوهوش بنفس الطريقه اللي انا كنت متحمس لها بيها. بس عرفت ليه، يعني عرفت ان كان في حاجات في الدراما خدت بالي منها واستفدت منها، بس ما ندمتش عليه ابدا. ما ندمتش، لكن اتعلمت مثلا. اه طبعا. تمام. طيب لو رجع بيك الزمن لورا، تقدر تقول لي عمل مستحيل توافق تعمله؟ لا، مش لاقي حاجه مستحيله عليها، بالعكس كله كنت احب اعمله برضو عادي، بس كنتش هعمله كده مثلا. ممكن تلاقي حاجات ما كنتش هعملها كده، كنت احب زي ايه؟ يعني مثلا عمى والطاووس، خلي الدماغ صاحي، الفيلمين دول كان ممكن يتعملوا غير كده، كان ممكن. بس الوقت ده كان السينما بتعمل 6 أفلام في السنه، لما احنا جيل انا لما ابتدينا كان السينما شكلها كان كده، بس هم ممكن يتعملوا احلى من كده بكتير، امكانيات وبرودكشن وحاجات كتيره. يعني حصل تطور دلوقتي كتير رهيب، فهم دلوقتي ممكن يتعملوا احلى بكتير،